السلام عليكم. ضيفي لحلقة هذه الليلة يقول عنه خصومه بأنه كسب رصيده السياسي من الكلام، أي بمعنى أنه حكواتي وليس سياسي، لكنه يمتلك رصيدا هائلا في الدائرة الإعلامية وفي وسائل الإعلام، ويقولون أيضا بأنه لا يمتلك رصيدا تشريعيا أو حتى رقابيا. أنصاره أيضا يقولون بأنه لم يمثل التيار المدني كما كانوا ينتظرون منه، لكنه لديه رأيا آخر. دعونا نشاهد هذا التقرير لنتعرف على الضيف أكثر. صوت برلماني هادر يثير الكثير من الجدل، ولكنه ليس جدلا حميدا بالنسبة للجميع. وبالرغم من أنه ينحدر من عائلة نجفية متدينة، إلا أنه يجاهر بمدنيته، داعيا لأن تطغى على شكل الدولة ونظام الحكم. متابعوه كثر، ولكنهم ليسوا كلهم أنصارا بالضرورة، فهو مصدر لجذب الانتباه بلغته الساحرة وتعليقاته اللاذعة، وهذا يشمل المحبين والكارهين. أما خصومه فأكثر، وهم يتهمونه بأنه يتلاعب بمشاعر الفقراء ويلعب عليها على أمل تحويل وجهة نظره السياسية إلى تيار شعبي واسع، محترف في صناعة الأعداء تحت قبة البرلمان ومناكفاته مع بعض الإعلاميين تملأ صفحات الفيسبوك. وحتى رئيس الوزراء صاحب الشعبية المتزايدة أخيرا لم ينجو من لسانه، مصر على المضي في خطه بالرغم من انفضاض كثيرين عن المشروع الذي يروج له، ولكنه يواصل الرهان على موعد الاقتراع القادم على أمل أن يتحقق شيء من أمانيه. من جديد ارحب بكم مشاهدينا الاحبه، اذا ضيفي لحلقه هذه الليله السيد النائب فائق الشيخ علي. مرحبا بحضرتك سياده النائب. اهلا حسام، كيف حوالك؟ مرحبا بك وبالشرقيه نيوز وبالمشاهدين الكرام. حياك الله. عندك تعليق على التقرير؟ حق الرد مكفول. اذا حق الرد مكفول على التقرير كنت تنتهي الحلقة. ليش؟ طبعا لازم لأنه ما بقى شيء يعني أبد، ولا إيجابية، كلها سلبيات. على كل أحترم الرأي الآخر، وإذا أنت تسألني تقرير هذا طبعا مثل ما ينكتب أفرض بوسيلة تواصل اجتماعي، أو مثل ما يذاع بمحطة أو كذا، واحد يستمع. لكن إذا وجهت لي الأسئلة أنا أجاوب. إحنا من باب كفالة الرأي ليس أكثر. أي أنا بخدمتك. جئت من اجتماع مغلق كان وليس معلن إعلاميا، وصلت هنا أنا وأنت ما قلت لي، العصفورة قالت لي. وصلت هنا أنا ويبدو أن هذا الاجتماع له علاقة بالتحالف الانتخابي المقبل اللي راح تدخل ضمنه. بعض التسريبات تتحدث عن خروجك ربما من التحالف المدني الديمقراطي، أو ربما حتى من هذه الدائرة، دائرة التحالفات أقول في داخل إطار التحالف المدني الديمقراطي. ما حقيقة ما أقول؟ فيما يتعلق بالتحالف المدني الديمقراطي خليني يعني أقولها بصراحة، وخلي يسمع الشعب العراقي. أنا الآن جالس أمامك نائب عن التحالف المدني الديمقراطي، جيد، متمسك به، رغم أنه أن طرفين من المؤسسين الثلاثة ضربوا التحالف المدني الديمقراطي وخرجوا منه وشكلوا تحالف ما يسمى بتقدم. تقدم أي تحالف القوى المدنية الديمقراطية، وليس التحالف المدني الديمقراطي. دون أن يعودوا إليكم الحلفاء الأحزاب. لا ما قلت هالشكل، قلت طرفان خرجا، راحوا شكلوا تقدم. احنا حضرنا الاجتماعات وحضرنا، بس لما طرحت مسألة تقدم فوجئنا من التسمية ومن ضرب والجهد والسنين. صار لنا 5 سنين مؤسسين التحالف المدني الديمقراطي، أسسنا 3 جهات حتى تعرف. حزب الشعب، احنا حزب الشعب للإصلاح الآن، والتيار الديمقراطي واللي الآن قدم هذا التيار الاجتماعي أو شيء اسمه جديد، والحزب الشيوعي. احنا حزب الشعب ما نزال متمسكين بالتحالف المدني الديمقراطي، وانا امثله الان بالبرلمان الى جانب السيده النائبة شروق العبايشي، وفضلا عن السيد مثال الأنس. علمت سيده شروق العبايشي خروجها، لكن لما انت تروح تسوي تقدم انت طلعت من التحالف المدني الديمقراطي. ولذا اخر موعد يوم الاحد راح اروح اسجل التحالف الجديد باسم التحالف المدني الديمقراطي، حتى من
نضيع هذا الجهد وما نتخلى عن هذا. متى تعتقد السبب هو أدائكم النيابي والسياسي اللي بعض يعتقد هو غير مقنع أو مهتز؟ أي زين، إذا كان كذلك لماذا حينما حجزنا اسم التحالف المدني الديمقراطي في المفوضية رجعوا جماعة تقدم راحوا يأخذون التحالف المدني الديمقراطي؟ لأن هو رئيسه الدكتور علي الرفيعي، مو أنا رئيسه. نعم. إحنا ثلاثة أسسنا، بس رئيس التحالف دكتور علي الرفيعي. ليش يردون يرحون يسجلون مرة ثانية؟ اجتماعك اللي كان له علاقة بالتحالف النيابي المقبل، اللي الانتخابي المقبل، خلينا نقول إذا كما تقول حسام، فإذا كما تقول بأن الأداء النيابي، وإذا نتخلى عن التعريف التحالف المدني الديمقراطي، روح إحنا نتمسك به، إحنا قابلين بالنتائج، راح ننزل انتخابات تحت هذا المسمى نقبل بالنتائج، لكن إذا أنت أصريت تريد تأخذ عندنا مسميات بديلة وهم نقبل بالنتائج. جميل. هذا يعني أنه ما راح ما عاد التحالف المدني الديمقراطي كما كان، أي بمعنى أن الأحزاب التي انضوت ضمنه في الانتخابات الماضية ما راح تنزل هي هي. يؤسفني أنه اجتهادات بعض أشخاص ليسوا سياسيين محترفين يجلس يقول أنه مثل هذا الكلام اللي أنت تفضلت به، أنه أداء التحالف المدني تراجع، اسم ما أدري شنو، فخلي نغير الاسم. قاعد واحدة من أخذنا الاسم سحجزناه بالمفوضية النغز، راح ثاني يوم طالطوني. من هو هذا؟ منهم أطراف موجودة هم، يعني من مثلا أنا عددت لك ثلاثة أطراف وشخص من تميل واحد من الطرفين اللذين خرجا من التحالف. حزورة هاي ليش متحجيل لا اسمه؟ لا اسم ما معروف، سأقول لك فلان الفلاني وين راح تعرفه؟ لا حزبة ما معروف، حزبة معروف اي بالتيار الديمقراطي. التيار الاجتماعي الديمقراطي. طيب عديت نفسك زين حتى تدخل بقائمة انتخابية مقبلة، فعلا أكو قريبين من عندك شخصيات معينة للدخول في قائمة انتخابية واحدة؟ شعديت نفسي شنو أرد الزواج وأروح للحلاق أحلق وأروح للحمام أتحمل؟ شعد نفسي أوقف الزواج لا أدري شعد نفسي هو أنا معد من قاعي من يوم ما عدي في شيء أنا أضيفه حتى أنا عد العريس تحضر ليوم بس اللي طب الانتخابات حضر لا هي هاي جهود وعمل مال سنين جهود وعمل مال سنين مستمرة لم تتوقف زواج للتدخل من بدايتها تحسب زواج وبقية السنوات لا رجال متزوج وسنين وعندنا أطفال فقصدي انه ماشي العمليه فليش يلهم من الموضوع ماكو استعديت وعديت وسويت وما ماشي الحال هسه ما حصلت منك جواب هسه جواب رديتني للعريس وليله الدخله ما اعرف منه انت عندك الان حلفاء قريبين منك تردون الدخلون للانتخابات سوى اكو فكره اساسيه خلي اقول نواه للوصول الى تحالف انتخابي ما بحضرتك موجود واطراف اخرى لو لا خلي أجاوبك مهم راح تقول لي هم ما أجاوبك الجواب على هذا نعم موجودة هاي النواة والأطراف بس تسألني من ناحية قانونية من ناحية سياسية تم إعلانها الجواب لا لأن المفوضية البارحة أحضرت وسمعت وشفت بالتفصيل قالوا لحد الآن 9 تحالفات سجلت بس تحالفين 2 فقط اللي هم أنجزوا المطلوب من عندهم وكملوا أوراقهم والسبعة الباقين ما كملوا حجزوا أسماء وراحوا فإذا أنت من مجموع 204 حزب الآن بالعالم 9 مسجلين 7 ماكو بس 2 مسجلين جيد هذول الاثنين تريدني انا واحد ممتاز هذا يسحبنا التساؤل مهم هو محير كل الخبراء والمراقبين هل بالامكان ان تجرى الانتخابات في الموعد المقترح من قبل رئيس الوزراء لو لا اكو اصرار إصرار كبير من رئيس الوزراء من المفوضية من حتى المفوضية البارحة كانت بالبرلمان تهدد تقول إحنا إذا انتهى الموعد يوم 7/1 تسجيل التحالفات خلص ما نمدده وموعد الانتخابات يوم 12/5 لازم من الآن تطونا فلوسنا وقانون الانتخابات حتى نشتغل عليه لأنه ما نريد تتعطل الانتخابات هذا كان إصرارهم إصرار من رئيس الوزراء والحكومة وإصرار من المفوضية ونص البرلمان أيضا يريد الانتخابات في موعدها إلا أن النصف الآخر لا يريد في موعدها المقرر يريد يمدد المسارات الدستورية تقول أنه يقترح رئيس الوزراء موعد ويروح مجلس النواب يصادق على هذا الموعد ويصدر مرسوم جمهوري كل هذا ما صار لحد الآن القانون اللي يفترض أن تجرى الانتخابات عليه المقبلة على أساس لحد الآن ما مشرع وضع النازحين لحد الآن ما اكتمل شنو يعني الإصرار واحدة مو كافي اي بس هنا ذني لما تريد أنت يصدرن بيوم وليلة ربما القانون يتعطل هذا صحيح أما موضوعة الفلوس تقدر تطلقها أقصد لعمل المفوضية تقدر تطلقها باكر الحكومة بس القانون نعم أأيدك 100% يتأخر ويأخذ وقت طويل
إذا ما تمت إذا ما تم يعني القانون بصفقة سريعة ويمرر لازم بالبرلمان وكل الكتل. شنو اللي يصير بهذا الخصوص وانت عضو لجنة قانونية؟ هواية صراحة على مسائل ونقاط وبنود ومواد قانونية ومقترحات وفق هذا الصراع. برأيك إيش قد يستغرق الوقت حتى نقدر نوصل نقول راح نشرع القانون بالشهر الفلاني؟ ولذا الرئيس لما قال يوم 20/12 أكلف قبل آخر جلسة برلمانية يريد يكلف اللجنة القانونية بإعداد القانون والانتهاء منه، فحدد لنا فترة 20/12 يعني خلال العطلة التشريعية. أنا جاوبتك كعضو لجنة قانونية كنا قاعدين على المنصة. قلت له ما نقدر، يعني عبرت له عن رأي اللجنة مو عن رأيي الخاص. قلت له ما تقدر اللجنة القانونية يوم 20/12. السبب 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 العلاقة بالمعطيات السياسية والصراعات له شنو بالضبط؟ بس تكمل الجواب. قلت له ما تقدر، يعني ما معناه أنه نحتاج ربما إلى شهر آذار، أكو قوانين يعني صغيرة وبسيطة وهذا يتم النقاش بها سنة، فكيف بقوانين مصيرية وهي سنين يتم النقاش بها؟ وإحنا بالنسبة لقانون الانتخابات أول يوم أنا صرت عضو لجنة قانونية قدمت مقترح لتعديل قانون الانتخابات وقلت خلنا نناقش رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء قالوا بعد هذا جدا مبكر من الآن تريدنا نناقش قانون الانتخاب لأنه عندنا تجارب ردت أحضرها لي قدام أحضر القانون حتى مو من نيجي آخر لحظة قالوا لا هاي متروكة الوضع السياسي وش ما نقدر من الآن، وصار النهاية 3.5 سنين ما سوينا القانون. المعطيات هاي تعطينا انطباع أو تنطي بعض المراقبين انطباع أنه لا يمكن الإيفاء أو الوفاء بهذا الموعد بموعد شهر آيار من هذه السنة أنه يتم الانتخابات. غير هذه التفاصيل الفنية أكو ضغوط دولية تدفع باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها لو عدم إجراء؟ معلوماتي الأمم المتحدة تريد الانتخابات في موعدها، أمريكا وبريطانيا وفرنسا يريدوها بموعدها. يريدوها بموعدها وحتى الظروف إذا ما كانت مهيئة هم يقولون ظروف مهيئة، ويعتبرون أنه إذا العراق بحاجة إلى مساعدة، أمس ماكرون خطب قال للعراق من الممكن يساعد السيد رئيس الوزراء على إجراء الانتخابات في موعده المقرر ويقدم له ويهيئ له وكذا. فقصدي أنه الدول عندها عروض، لكنه تقلي على أرض الواقع مثلا إجوا وبنوا وعمروا وما أعرف شنو، لا ما سووا هذا. أنت شنو اللي تقوله؟ أنت مع النصف اللي يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها؟ نعم نعم مع وبإصرار. ليش؟ وباسم المدنية العراقية يجب أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر. أنت مخول أن تتكلم باسم المدنية العراقية؟ لا، لأن المدني تدري شلون، مو مخول، ما قالوا لي هاك هذا التخويل روح قدام حسام الحاج شلون، بس قالوا لي امشي على الدستور وعلى القانون. زين ما هيك قالوا لي الدستور يقول احنا راح ينتهي عملنا 30/6 شلون اربع سنوات تقويم، اي شو تريدني اخالف المدنية والدستور؟ ما اقدر. واذا كانت الظروف غير مناسبة لإجراء الانتخابات؟ من هي الظروف؟ اكو اساسات لاجراء الانتخابات، تكافؤ الفرص على سبيل المثال، استعداد الناخبين لاجراءها من حيث البنى التحتيه ومن حيث عوده النازحين واشياء تكافؤ أخرى. الفرص ايش تعني بي شنو يعني الان تكافؤ الفرص؟ انا اللي ادعو الى اجراء المنافسه اللي بالنجف حصير تشبه منافسه الموصل. دقيق، انا راح اجيب لك مثل هواي احلى من هذا، مو النجف والموصل. يلا ماشي. اللي ادعو الى اجراء الانتخابات في موعدها واتعبد بالدستور والقانون وخلص وبما يراه المدنيون واللي يكلفوني به انه في موعدي المقرر، ما عندي تكافؤ فرص مثلا ويا رئيس الوزراء حقق انجازات وانتصارات وبطولات، هو قائد عام بالاخير، يعني مو انه تقول لي هو طبعا ولدنا وشباب نقدمه ودماء، هذا منتهين من الموضوع، بس حرر نص العراق. زين هذا انا ما محرر نص العراق، فطبعا لا لا دقيقه لا لا خلصت خلص خلص لا تستعجل لا ما مدح كان قائد لا 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 تستعجل ننزل اثنين نسوى هو يعني تكون سمعته بالعراق اكثر والناس اللي مرشحين وياه وملتفين حوله اكثر لانه على اعتبار انجاز. هذا مو سؤالي، انا سؤالي تكافؤ الفرص من النواحي الفنيه، من نواحي المعطيات السياسيه والامنيه والبنى التحتيه. اقصد انه انا مرشح بالموصل وحضرتك بالنجف، انا ما عندي المساحات الكافيه للتحرك على ناخبين بقدر ما هو عندي. هذا صح، هذا شلون هاي وحده من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الاساس معوقات اساسيه. لا هو وياك جاي اجي. طيب. انا اذا ذاك الجواب
عن سؤال آخر أنت ما سألت. جيد جيد. راح أسأله. نستفيد. جيد. نستفيد. جاوبنا. هسه هذا السؤال الثاني أنه فعلًا أكو يعني تريد تقول أكو مدن غير مستقرة. طبعًا. وشلون هذا صحيح. زين هو كلامك مضبوط. شلون هو العراقي يوم مستقر ما استقر هو من يوم اللي سقط صدام 2003 لحد الآن العراق ما مستقر وخاصة ذني المحافظات تحديدًا بها حرب ودمار وقصف. وقتال وطيارات ترمي وما أنبار صلاح الدين ديالة الموصل هاي موجودة وبتشوف النتيجة شلون صارت يعني هاي المدن اللي ما استقرت أمنيا أنتجت لنا بالأخير كتل سياسية ومجلس نواب ما راضي عنها الجمهور بالتالي الآن الجمهور عنده طموح بمرحلة ما بعد داعش يا سياسيين يا مجلس نواب هيئوا الأرضية المناسبة من حيث القانون والنظام الانتخابي والأجواء حتى نطلع مجلس نواب ينقذنا يطلعنا من هذا الظرف الحالك اللي عشناه طول الفترة الماضية أي هذا صحيح بس هو وضع العراق هو شكل مضطرب ما تقدر لا أنت ولا مية ولا كل الشعب العراقي يقدر يعدله وبعدين إذا أكو انتخابات بمخيمات النازحين واللاجئين والمشردين هاي كانت قبل المخيمات موجودة وعشناها كل هاي السنوات أنت تقول أنا سياسي محترف السياسي المحترف مو واجبه وظيفته يجد حلول لو يتعامل مع الأمر الواقع وخلاص لا يجد لا دقيقة أتاوى سياسي محترف سياسي محترف بس أنا بالأخير نائب مو عضو سلطة تنفيذية مو وزير مثلا أنا مو وزير عن إسكان مسؤول عن إسكان النازحين الأموال والمليار دولار ما أعطيت إلي حتى أروح أسكن النازحين وأدعمهم أعطيت الغيري بالسلطة التنفيذية فهذا هو اللي ينسئل مو أنا اللي ينسئل ممتاز أولا النائب هو سلطة تشريعية الأعلى بالبلد صح. اللي على أساسه وبموجب الوزير يتحرك صح. ثانيا دعيت حضرتك من ناحيتك أنه تتوفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الآن من تقول أنا مع الانتخابات أنا من واجبي أسألك أنه أنت ذا معاها أكو ظروف مهيئة وذا ماكو شلون أنا مو بس معاها وأهيئ ظروف أهيئ من حيث أستطيع مثلا ستسألتني أنا أشكرك حسام يعني أنا مهتم أفرض بجامعة الموصل لأن حطمتها داعش ستخمو تسألني عن نصف مليون نازح تقولي ذولي ليش ما تعالجهم ما تطيهم ما أقدر مليونين على فكرة لا هو الكل إيه طبعا أكثر من مليونين لا جاي أتحدث جبت لك مثال الموصل على كيفك وياي شو السالفة اليوم زين مهتم بالجامعة تحركت على دولة مثل سويسرا وجامعة جنيف وخاطبتها ودزيت لها وجنيف تريد تيجي جامعة تأهل جامعة الموصل صار لنا شهور بهالموضوع هذا وداخلين بمفاوضات وريدين نجيب الجامعة ما يعني نطلب ونقول لهم شنو هي أضراركم أنتوا يا جامعة الموصل زودونا بأضراركم احصونا الأشياء اللي ما عندكم حتى جنيف تزودكم بيها حتى نخلق حالة من التوامع حتى كذا هذا المقدار أنا جاي أسحبي جيد خليني أروح الفاصل اسمح لي أروح الفاصل وأرجع لحضرتك مرة ثانية سادة المشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود منكم هذا الحوار من جديد ارحب بكم سادتي المشاهدين الكرام واعود لضيفي الكريم السيد النائب فاق الشيخ علي مرحب حضرتك من جديد النائب عن التحالف المدني الديمقراطي غير تعرف شي نائب بس السيد النائب واقول والله يعني اوكي احنا عرفنا بالبدايه ما قلت اوكي النائب عن التحالف المدني الديمقراطي سيد شكرا فاق الشيخ علي مرحب بحضرتك تعتقد ان الحظوظ الاحزاب والتيارات والكتل الانتخابيه المدنيه متوفرة في الانتخابات المقبلة أكثر من سابقاتها ولا؟ الجواب نعم. نعم. الجواب متوفرة أكثر والدليل. وراح تحصل أكثر مقاعد بإذن الله تعالى. والدليل. بس عندنا مشكلة. مو كلنا كتلة واحدة يعني متعددي الكتل. هاي المشكلة. يعني أكثر من تحالف مدني راح ينزل بهالأس. طبعاً ما أتحدث عن الأحزاب المدنية اللي أسست وهي بالأساس إسلامية أو هي أحزاب رديفة للأحزاب الإسلامية أو لا ما أتحدث عن هاي. إحنا راح نتحدث عن هاي القصة طبعاً. نتحب كيف؟ لا أوكي. أنا بهاللحظة ما أتحدث. أنت تتحدث كيف؟ شلون مرتاح؟ المهم بس نتحدث عن التحالفات للأحزاب للمدنيين المعروفين. ما يصير أنت تيجي أنت قضيت عمرك مو مدني وتقعد لي الصبح تقول لي الشعب. ولا أكو فرصة إنه تنضم. منظم تحالف واحد قبل الانتخابات ممكن أن تفتح أبواب الحوار وتجمعكم كلكم تحت مظلة واحدة وتقعد الصبح تقول للشعب العراقي أنا مدني لا الشعب العراقي يعرفك أنت مو مدني ولا أكو فرصة جواب لا ما يجتمعوا ليش؟ صعب لأن كل واحد من المدنيين يعتبر نفسه هو القائد وهو الزعيم تعرف التحالف المدني قادة التحالف المدني لما نسألهم أنتوا ليش
هالشكل يضربون مثل على حضرتك مثلا، يقولون مثلا السيد فاقه الشيخ علي ما يحضر الاجتماعات الدوريه للتحالف المدني، ما يلتزم بالمنهاج السياسي، ويروح يروح باتجاه يعني يجنح باتجاه المناكفات اكثر من الطرح السياسي، طرح البرنامج السياسي، وحتى مناكفاته هي خارج اطار البرنامج السياسي للتحالف المدني. شوف اذا جاوبتك قلت لك انا اكثر واحد يحضر اجتماعات التحالف المدني الديمقراطي، يعني معناها تحدثت عن زميلي استاذ مثال وشروق انه ما يحضرون. وللانصاف خليني اوضح لانه الشكل تطلع مو صحيح، لان ست شروق بعد ما يعني اصبحنا نواب للتحالف المدني صارت فتح حمله معينه ضدها، قصه طويله ما اريد ارجع لها، فشافت نفسها ما تقدر يعني تتواصل، ما تقدر تتواصل زي. لانه تعرضت الى ضغوطات نفسيه. دقيق استاذ مثال اصلا هو مريض، يعني الله يكون بعونه، عنده اثنين اولاد وما غيرهم ماكو راحه، هاي معروفه القصه، فحالته الصحيه ما ساعده، فهو بعض جلسات البرلمان ما اريد اقول اغلبها ما يحضرها، فكيف باجتماعات التحالف المدني؟ ما اريد اميز نفسي اكثر واحد انا، ويوميا اقول لهم واحنا طالبنا بقضايا كثير، اما انه يخرج على المنهاج السياسي يا منهاج اللي انا هذا خارج عليه لحد الان. انا خطابي معروف من قبل ما ادخل بالتحالف المدني، ومن اسست التحالف المدني مع الحزب الشيوعي والتيار الديمقراطي هم يعرفون خطابي، مو من اصبحت نائب عرفوا خطابي. شنو اللي خلى الاحزاب الاسلاميه تستعير، او مثل ما قلت تؤسس احزاب رديفه تستعير الشعار المدني؟ هو هذا الجواب على سؤالك القبل شوية، أنه أنتوا عندكم حظوظ هالمرة أكثر، لأنه شافوا الحظوظ إلى الجانب المدنية. طيب وهي اللي شاعت قسمة المجتمع العراقي إلى نصفين. من هو حزب، من هو حزب إسلامي شلون يقنع الناس أنه تحول المدنية؟ هي شنو يعني لحية شوية هذا يخفض، غير لو عمامة ينزعها يحولها ما أدري شنو ويلبس أفندي شنو. ممتاز، مفيد مشكلة ما عنده مشكلة هو، بس بدل ما أربعة محابس يصير لو واحد، لو ماكو محبس يخلي حلقة مثل هالشكل، إذا ما الزواج لو ما الخطبة. وهاي السطحية أو هذه الاعتماد على المظاهر، الناس تباوع المظاهر لو هو اصلا سطحي ويحاول بشكل او باخر ان يخلع ثوب ويلبس ثوب. لا هو سطحي، هو اذا رجل دين حقيقي ايش جابه على السياسه والكلاوات؟ رجل دين حقيقي عندنا بالنجف. هسه فيني انا اتحدث وانا جدي مرجع ورجل دين، لا فيني اتحدث ضد رجل دين حقيقي ما اقدر، لان اعرفه مقدس محترم طهاره عفه نزاهه شرف كل هذن يحكي بين صدق امان دقيق حسام تبتري جوا صدق أمانة كل هذني صفات يحملهن. أنت بقت العمامة وانقلبت رجل دين، ذني كل هالراحن تخلت بمستنقع فساد وكذب وضحك على آخرين، فشي جايني أنت جايني رجل دين تريد تضحك عليه؟ أنت روح ارجع للنجف، روح ارجع للحوزة، روح ارجع للدراسة، ما إلي كل شغلة بيك ولا أتنفس ولا أتعرض لك. ما أرد أستهلك جوابك قبل ما نشوف الفيديو، تذكر مصطلح العمالة الفكرية اللي اتهمتوا به المدنيين إنهم عملاء فكريين؟ هي كانت وياك هاي المقابلة؟ تمام، من هنا سيد علي الأديب من هذا البرنامج مالتي أطلق هذه المفردة والمصطلح، ومن ثم أتى من بعده دعاة آخرين وربما رجال دين آخرين وصفوكم على أساس أن أنتم خطر على المجتمع، من ضمنهم هذا الفيديو اللي راح نشوفه. يلا أجاوب له ورا الفيديو. ورا الفيديو يلا. لكن الذين يختفون في داخل الساحة العراقية ويحتلون العقول ويحتلون القلوب ويحتلون النفوس، هؤلاء الذين أخذوا يفسدون عقول شبابنا، يفسدون عقول بناتنا، يفسدون عقول الرجال والنساء، الذين أفسدوا المؤسسات وأفسدوا الجامعات، من العلمانيين أصحاب الفكر العلماني المتفسخ الذين ينشرون مبادئ الكفر والإلحاد، المبادئ الشيوعية الكافرة الضالة، المبادئ البعثية المنحرفة الفاسدة، المبادئ القومية الشريرة، المبادئ المدنية التي يتحدثون بها ليل نهار، هؤلاء من الذي يواجههم؟ شيء
انت بنظر العضو الهيئة القيادية الشيخ عامر الكفيشي، هو طبعا عضو الهيئة القيادية بحزب الدعوة، انت ناشر للكفر والإلحاد لان انت مدني وعلماني، وهو هذا يقيمني وهذا بالعير بالنفير، هذا شو مني ما عاد يعرفه. لا عضو هيئة قيادية كفيشي، لا عامر الكفيشي عضو هيئة قيادية بحزب الدعوة. انت تعرف انا اول مرة اسمع اسمع انا شفت فد لقطة هاي ارجو نام لأحمد البشير مطلعه وهذا وناصب عليه خلاه مهزله ومزق، ظليت لحد الان اضحك اللقطه صار لها شهر وانا لسه اضحك كل ما يعني اتذكرها لان شفتها مره واحده خو مو اشوفه مرتين. زين معقوله اشوفه مرتين هذا هذا ولا غير؟ المهم انا شفت احمد البشير مره واحده وهو هذا ويفند بكلامه، هاي واحده. وحده الثانيه هذا اللي جاي يحكي افرض ما قال عن الأحزاب الأخرى، نفترض أنه نفترض فشي صحيح، نفترض هو كذب طبعا، حتى فتوى شيوعية كفر وإلحادية فتوى سياسية. و الله يرحم سيد محسن الحكيم اللي أفتاها بآخر عمره قال ندمت على هذه الفتوى، هاي أول مرة أعلنها لأن من أبساط النجف والعوزة، وأسأل بها غيري، أسأل بها السيد علي السيستاني أو سيد علي السبزواري، روح أسأل واحد من ذول الاثنين، المهم حتى هو يجاوبك، مو يجاوبك فد واحد ما عنده علم وما يعرف. تحديدا اسال السيد علي السبزواري هذا آيه الله ابن سيد عبد العال. المهم زين انا لا شيوعي ولا بعثي، والان ليبرالي مدني، ادعو الى المدنيه. المدنيه تعني التحضر، المدنيه يعني رجل الدين. دقيقه وصلنا للنقطه المهمه ماشي. يعني انه افصل الدين عن السياسه، ورجل الدين احترمه بمكانه وما له شغل، ما يتدخل بهيك خطابات ويجي يشوش على الناس وعلى هذا وش. ما اعرفه انا، ما اعرفه من هو كلان رجال دين. طيب. ياهو اللي اجى صعد منبر حتى من شخص الاشياء سياده النائب، حتى من شخص ما يخاف، حتى من نطلع فيديو نطلع ما يخالف احترامنا وتقديرنا. لا لا الشيخ عامر ما اعرفه، لا ما جاي احكي عنه حال، بس انا اسالك سؤال، انا احاول اسال سؤال. لا لا مو هذا راح يمرر هالشكل. زين انا هذا ما اعرفه. زين وانت دقيقه اوكي دقيقة تفضل ما اعرفه، وانت مطلع لي اياه تقول لي رد عليه شر، ما رد عليه اصلا. أوكي. بس ابين لك بانه الطرح المدني الطرح راقي، ما يفهمه لا هو ولا غيره ولا الاكبر منه. شو معرفه شنو هي المدنيه وعت هذا حتى يقول يشيعون الكفر والالحاد اكثر ايمانا من غيرنا بالله وبالعداله وبالحق وبالمنطق. احنا مو قتله، من برر من صدر فتاوى قتل وتكفير؟ مو قتل احنا، احنا مو سراق مو لصوص باسم الدين باقونا الحراميه. ادينا طبينا الحمد لله، دقيق طبينا للبرلمان انضاف، ادينا انضاف نطلع من البرلمان ادينا انضاف، والحكم للشعب العراقي مو الحكم الذاك والهذا. حتى صاعد منبر ولاف لعمامه يفتي بتكفير الناس واستباحه دمائها واعراضها، انقلت لك عن سيد محسن الحكيم وانقل لك عن غيره من المراجع اللي راح زايد اكثر من اللازم باتجاه له. وبعدين انت نصف المراجع بالاساس خاصه النجف والحوزات هم مدنيون وهم يعرفون المدنيه ويفهموها لان دارسيه ويتحدثون عنها عن وعي. اما انه اللي اتهمنا بان اصحاب افكار مستورده، ليش هو فكره مين؟ هو نتاجه فكره؟ لو هو المستورد، منو اللي استورد افكار ابو الحسن الندوي؟ منو اللي استورد افكار ابو الاعلى المودودي؟ دقيقه الى انا اخلص. منو اللي استورد افكار سيد قطب؟ منو اللي استورد افكار حسن البنا؟ منو اللي استورد هالشينا؟ صدق تحكي احنا ما مستوردين هيك افكار، ذني من خارج الحدود الافكار، مو تجيني باطار اسلامي. اذا اجتني باطار اسلامي اجيك باطار ليبرالي واجيب لك فكر مستورد. متعب. لا هذا احنا عراقيين، هذا النوع من الخطاب. بس خليني اسال هسه انا، هسه تسال هذا النوع يعني تدير الحوار، انت راح تدير الحوار تعطيني مجال لما تطيني. من قعدنا لسه اكلتنا حاصل فاصل، لا تعطي مجال، لا تخلي واحد عن نص شنو. انا عندي عندي وقت تدري محدد. اي يلا. هذا النوع من الخطاب اللي استمعت الى حضرتك هو ما تتبنى جهه واحده، اكو جهه دينيه ضمن الاحزاب الاسلاميه او ضمن اطار الوعظ الديني تدفع باتجاه انه اكو خطر، والخطر يمثلوه المدنيين والعلمانيين والليبراليين، يحيلون الملاهي مثلا على سبيل المثال كبؤر للمدنيين والعلمانيين. شلون؟ بالمقابل الاتهام الاخر ايضا بالقتل وبسفك الدماء والارهاب. هذا النوع هو صراع ايديولوجي بداخل العراق دا نعيشه احنا. لو شنو بالضبط؟ شلون يقشمر المجتمع ويعرف انه الحس الديني واكثر بعد الحس الطائفي موجود لدى كل انسان، الاغلبيه العراقيه موجود للاسف الشديد، يحرك بهاي المسائل، يخليه يثير فتنة بداخل المجتمع، يقلب فئة على فئة،
الآن لو أتيح الخيار الحقيقي والصحيح والنزيه أمام المجتمع العراقي ما يبقى معمم سياسي. انتبه، واضح تعبيري، ما قلت ما يبقى معمم بالمشهد أو بالواقع العراقي، لا لا لا، ما يبقى معمم سياسي بالمشهد السياسي أبدا، لأنه على هالتزييف وبهالطريقة هاي غرضها تضليل المجتمع، غرضها خلق الفتنة دقيق وجعل الاقتتال ما بين المجتمع مع العلم القرآن والإسلام، إذا هو فاهمه هذا اللي يروج للفتنة وللقتال، إذا هو فاهمه، إذا هو فاهمه فعلا الإسلام والدين يدعو إلى أنه يؤد الفتنة مو يقضها. تقدر تجاوبني بيه أو لا بدون تفاصيل، لأن التفاصيل راح تجي لاحقا. هل نعيش فعلا بصراع أيديولوجي في العراق؟ صراع ايديولوجي فكري، تجاوزنا الصراعات الايديولوجية. الصراعات الايديولوجية كل اللي عندهم قالوا، وكل اللي لدى الغرب والافكار المتحررة قالت، ماكو شيء داخل الاطار السياسي. لا، صراع ايديولوجي على النفوذ، على السلطة. اي هذا مو ايديولوجي، لا هذا صراع، صراع تكتيكي شلون يوصل للسلطة، مو صراع انه فكري او ايديولوجي. الفكر دقيق، لا خل ما يزبل امرين، تقول لي بلا شرح، بلا شرح، الصراع الفكري انتهينا منه. احنا بدنا نحكي على تنفيذ البرامج السياسيه والافكار السياسيه. اقصد اكو احزاب مدنيه ومن يدعو للمدنيه من جمهور وقواعد جماهيريه، واكو احزاب اسلاميه. اي وين هلا انتقلت المنطقه مو على نتاج سياسي، لا، انتقلت المنطقه على متبنيات فكريه سياسيه. زين، وين هالدوله اللي دعوا لها دوله محمد بن عبد الله اللي بن وين؟ من دعا لها؟ هذا دستور مدني بالاخير. لا اي ما اذا نجيت وياي ودوله علي بن ابي طالب دوله مدنيه ودوله، خلاص انت انا وصلت وياي، بس اقصد هم يا نوع اذا من الاسلام اللي يدعون له، وين هل تدعو لالغاء الاسلام السياسي في العراق؟ أحزاب التي ترتدي الرداء الإسلام. الإسلام دين عظيم. لا دقيقة. ماذا نحكي عن دين؟ ونتقيد به ونحترم، والمسلم مسلم يتقيد بالإسلام وخلص، والمسيح هكذا، لكن يجب إبعاده عن السياسي. ما تحالفوا المدنيين جزء منهم أو كلهم ويا تيار إسلامي كبير؟ ما لي علاقة، ما برر أنا، مثل ما أبرر للداعية الإسلامي اللي هم داعية، هاي كلمة كبيرة، واحد هذا شرعيتيش المهم، مثل دقيقة، لا مو باسمي. شون مو باسمي؟ أنا شي لي علاقة باسمك. أنا تحالف المدني، لا قاعد، لا متحالف، لا رايح، التحالف المدني، أنا هاي غريبة، هاي غيري يشتغل وتتهمني إلي أنا وين؟ لا رايح، لا قعدت ويا واحد إسلامي، ولا تحالفت ولا تفاهمت ولا شاركت ولا سويت ولا أبدا. نحضر اجتماعات، اي مو تقول انا يومي احضر، ما انطرح بالاجتماعات ان احنا راح نروح نتفاهم مع سيد مقتدى الصدر. شيء حزبي خاص، حزب من الاحزاب الثلاثه اللي مؤسسه التحالف المدني، يعني يريد يتصرف. انا شو خصني؟ ممتاز، يعني الان التحالف شيوعي صدري ليس مدني. ما جاي اقول هالشكل، ما اريد انت ملتج على اليوم الحلقه وكانما هي مسخره ضدي الشيوعي. انا احترم الحزب الشيوعي وقدم تضحيات ودماء اكثر من اي مدعي لابس عمامه من ادعياء الاسلام السياسي الكذبه. لا، هذا حزب له تاريخه وعريق ومحترم، يكفي انه اعمق نظريه، يكفي انه الى اقدم حزب بالعراق 1934، يكفي انه انا دا اقول بعض المدنيين دماء وشهداء، انا دا اقول بعض المدنيين في الدوله العراقيه الحديثه الان بعد سقوط صدام النزاهه، ولا يكفي كل ذلك. اوكي ممتاز، فلا تخليني راح اول حزب شيوعي وجوه الحزب الشيوعي. بس اسمعني، أنا دا أقول بعض أجزاء من المدنيين في العراق ذهبوا للتحالف الانتخابي. مو مسؤوليتي. لا، كان شو مسؤول عن كل مدني؟ خلاص أنا ما أقول مسؤول. إن شاء الله مدني صدام مدني ومسؤول عن الحروب. أنا أريد أخذ. أنا شنو؟ أنا أريد أخذ تعليقك عن هذا الموضوع، هو صح لو غلط، بس خلينا نروح الفاصل وأرجع لك على ما تهدأ وتشرب. ما شهادة أنا والله. سادة المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود نكمل هذا الحوار. من جديد ارحب بكم مشاهدينا الاحبة، واعود لضيفي الكريم السيد النائب فائق الشيخ علي عن التحالف المدني. برافو ديمقراطي. اوكي احنا زينين. زينين. ممتاز. كنا نتحدث قبل الفاصل عن التقارب المدني الصدري، وان كان قلت مواني والاخرين يقولون مواني جزء منه. تعتقد انه من الصواب ان يكون هناك تحالف اسلامي سياسي مدني علماني ممكن ان ينتج لنا قائمة انتخابية او خيار سياسي معقول؟ لا، مو من الصواب انه يتحالف المدنيون مع الاسلاميين. ليش؟ شنو المعنى؟ هؤلاء الاسلاميين، احنا مدنيين. تسامع بالكتله التاريخيه نظرها جرامشي؟
أنا رجال ما أعرف لا أقرأ ولا أكتب. لا لا تعرف والله تعرف. وجرامشي هذا هم ما أعرفه. أخاف يطلع بنشرشي باب الشرجية. أنت قارئ نهم. هذه مو كتلة تاريخية لا لا. شنو هي الكتلة التاريخية اللي حكى عنها جرامشي؟ اللي هذه بدها تصير هسه احنا اللي عندنا مو كتلة تاريخية. بعض المنظرين نظروا إنه هاي كتلة تاريخية من نوع عراقي جديد. تسألني رأيي أنا ما أيده. ما تأيده. إيه تسألني رأيي غير. ولا هذه. ولا. عندنا من جرامشي وغيره. اي لا صدق تسالني رايي انت بتأيد ما عيد ليش انا انه يتحالف الاسلامي مع المدني ليش بتأيد ما اريد اقول العلماني زين ليش لانه ما اخاف فيديو طيب ليش بتأيد شنو السبب ما هذول مدنيين غير برنامج عندهم دولاك اسلاميين غير برنامج هاي واحد هاي الامر الاول من 2003 لسه الاسلاميين جاي يحكمون ليش تحملني وزر حكمهم والاخطاء اللي صارت وانا جاي اريد اصحح الاخطاء انا جاي بدعوه الاصلاح انا جاي اريدها شو منو الاخطاء بالدوله منو اللي سوى هذا منو اللي تحاكم منهم منو اللي تحاكم سمعت انت وزير من عندهم تحاكموا حجمكم كمدنيين بالعراق انا تجيب لي وتحملني مسؤوليات الاخرين شنو حجمكم يعني هذا النوع من المثاليه اللي نتحدث عنها حجمكم كمدنيين في العراق يخليكم تطرحون نفسكم بديل عن الاسلاميين انتوا ثلاث نواب جمهوركم هالقد هالكبرات انت جاي تحكي عن المدنيين فقط ثلاث نواب العراق انا هذا قياسي العراق ما اريد اقول ثلاث ارباع مو اخاف هم البعض يقول لك ارقام النائب مو دقيقه ايه. نص مدني زين نصف. إيه؟ نصف 50% مدنيين اي زين ربما اكثر لا دقيقه بقى عندي فتشي واحد إيه؟ بس لا تخترق لا اقدر اقول لك الحوزه بالنجف نصها مدنيه بس راح اجانب الحقيقه هو إيه؟ اذا المرجع الاعلى مرجع الاعلى يعني الباقيين كلهم تلاميذ إيه؟ هو مدني شلون انا كلها مدنيه العراق اكثر من هذا ايش تريد ادائك بداخل مجلس النواب اثار في بعض الاحيان اثارات معينه على سبيل المثال البعض يقول انه انت الى غايه الان ما تفرق ما بين عمل الناشط المدني وعمل النائب والدليل هو ان انت ما عندك نتاج في مجلس النواب بقدر ما عندك من تصريحات هيا تافهه قالت يا وضيعه قالت نشوف الفيديو لا او قبل ما تراوني لا لا شوف الفيديو لا لا انا جاي اسالك انت تقول ما اعرف من يقول تقول لي قالوا انه هم هذا زين يا تافهه انا ما اعرف منه يا وضيعه قال هذا السؤال جاي انا بس هدي اعصابك بس هدي اعصابك خلينا نشوف الفيديو ونعلق عليه شوفونا الفيديو يا ولد السيد فايق دعبول والاخوان في التحالف المدني هم ثلاث نواب زيان. اللي جمهورهم عول عليهم الكثير واللي خذلوا جمهورهم ما قدموا ولا شيء وحده حايره لي بالطيور المهاجره راح تنقرض وواحد حاير بتواليت مجلس النواب طفحت لو ما طفحت وكانه هم جمهور المدني هو تواليت مجلس النواب تطفح لو ما تطفح والطيور المهاجره تنقرض لو ما تنقرض والاخ الثالث اللي ما شايفته اني ما شايفته لا خلي اكمل مو اساء لي الزميل فايق دعبول واتهمني اتهامات تكون افندها بس انا جبت تصريحه مثل لا ما يخاف لا ما يخاف على الاخبار انا ما رديت عليه من حقي انا رد حق الرد مكفول الي واله الاخوه في التيار المدني ثلاث نواب ما قدموا شيء جمهورهم ولربما انا اشوف فايق بالتلفزيون اكثر ما اشوفها بالجلسه كم استجواب كم سؤال كم قانون تبنى كم مناقشه كم حضور كم مؤتمرات صحفيه عده هوايه زميل فايق دعبول وذولا جابوهم الامريكان يا اخي اللي بيته من الزاز ليش امر الناس باحجار انا مو انا اللي جابوني الامريكان انا من عراقي الداخل عايشه بالعراق ودارسه بالعراق ومتعينه بالعراق ومطالعه انا وعائلتي وكل اهلي فوق عندنا صور فوق طاري داريدك تشوف الفيديو انت تحكي وياي ان داريد نشوف الفيديو الصور انت كل عقلك انا اشوف تفاهه ليش تفاهه صدقتك هذا شوف انا الله سبحانه وتعالى اعطاني اذانات واعطاني عقل وهذا قال لي ذني سخرهن اشوف الشيء اللي بيرفعه الشيء اللي تستفيد من عده تفاهات انا ما اشوف وضاعات فلذا شغلت وياك اسولف جيواني اسولف بس اقول لك انا ما لي علاقه بالخلاف الشخصي بينك وبين السيدة النائبة المحترمة حنان الفتلاوي ما لي علاقه بس انا بس انا بس هذا عائد لك لا ما تتحمل مسؤوليته مو اسم انا فيديو بس انا دا اعطيك حق الرد هي طرحت اسئله موضوعيه قالت شنو نتاج تحالف مدني فالشيخ علي انت كل عقلك يرد على اي واحد لا يرد على الاسئله ما يرد على فلان لا اطرح انت السؤال انا اطرحه اوكي هسه انت ما تطرحه انا راح اطرح الان جاي تستعير لا اسمعني حسام اسمعني دقيق انت الان جاي تستعير شيء مطروح انت لو مو هذا تطرح علي اجاوبك بس ما لانه تستعير شيء معروف وتقول لي اسمع ايش تبعدي انا شغل وعمل وقعد اسمع ايش تفاهات جمهوركم ترى بصراحه متناهيه جمهور المدني
عنده صعب صعب المراس يفكر يعني معطياته بالتفكير مو معطياته بالأشياء المتاحة. هم يقولون حكيهم انه شنو النتاج احنا نريد نعرف احنا انتخبناكم 4 سنين لازم نحاسبكم حتى لو نعطيكم صوتنا لما نعطيكم صح. انت شو تقول لهم شنو اللي قدمتوه باطار عملكم كنواب تشريع رقابه؟ نعم شنو الرقابه؟ ما عندي استعداد اعقد صفقات بالملايين وعود استجواب وزير بحيث يختزل كل البرلمان باستجواب وزير مو كل وهي صفقه بالحقيقه وهي صفقه أه. مو كلهن لا واضح كلامي أنا أتحدث عن اللي دخلنا بصفقات مقابل تعيينات ومقابل ملايين الدولارات أنا أتحدث عن ذني. أما الاستجوابات الأخرى المحترمة اللي الناس تتعب بيها لا هذا ما يصير الاعتراض عليه. بس العمل البرلماني مو استجواب حتى تستعرض لبطولات وتبين نفسك تشريع على أساس تشريع ورقابة تفتهم تشريع والرقابة تراقب دوائر اللي بيها جسمه مو أنه هذا الوزير عندك عداوة وياه قبل فترة أنت متعارك وياه لو ما أدري شنو لو ما معين لك لو أنت أو أنتي تريد تصير وزير وما قبل رئيس الوزراء وأنا عايشين سؤالي فاهم مع المزعطة مو هذا الأداء البرلماني من الناحية التشريعية من الناحية التشريعية أنا اسمع من عدي حتى أخاف باكر عقبه فد واحد يريد يحكي حكي يلغي يهدي حتى يضلل لأنه أنا ما عيش على الطائفية معياري مو الطائفية قشمر الشعب العراقي إذا انكتلوا 7 شيعة لازم ينكتلون 7 سنة أنا مو هذا معياري أنا ولا معياري إنه كيكة وقسمتها وأخذت حصتي من الكومشنات وكل واحد من عندنا رضى حصته. شنو شغلك لعد؟ شغلي إنه الكيكة أبوقها مال العراق؟ لا لو لا شغلي لا إنه أقتل 7 من الشيعة من السنة؟ أنت هذا المنهج تقول هذا لا 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 شغلي إنه تشريع قوانين زين. وساهمت مساهمة فعالة ولا تستطيع لا أنت ولا البرلمان ولا الشعب العراقي أن ينكر هذه الحقيقة لأن الحقيقة ساطعة سنين 6 سنوات و7 سنوات من الدورة الأولى ومن الدورة الثانية القوانين على الرفوف نزلناها أنا فائق الشيخ علي ساهمت في إنزالها وتشريعها راح تقول لي مثل إيش منو شرع للقانون الأحزاب السياسية؟ ليش ما شرع بالدورة الأولى وصار لست سنين ما هو؟ منو شرع للقانون للدعاء العام؟ وردت ودخلت بمعركة ردت أطي للمدعي العام نفس رئيس النيابة اللي بمصر يعني أكبر واحد يسحله ما خلوني لأن الدعاء العام من استضفناه باللجنة القانونية قال لا ما نريد هاي السلطة بحيث خلاني صافن أنا أريد أعطيك هاي السلطة تجيب أكبر واحد تحاكمه أنت ما ترضى وبعد القوانين مجلس القضاء الأعلى قانون العمل نزلنا ما أذكر جهود غيري لا ما جاي أضرب بس لك دور بيها بس أنا لي دور فاعل قانون العفو العام خلي واحد يقول لي اسمع ما لي علاقة بالتشويه والتصغير طلعتوا المجرمين هذا حكي مال ناس ما أولا قانون العفو العام ما طلع واحد متهم بجريمة إرهابية ما يشمل المرتكبين جرائم الإرهاب يشمل الجرائم الأخرى طلعت الضحايا والأبرياء اللي كانوا آلاف معتقلين بالسجون ويبتزون يوميا من أجل دفع الملايين ويضطهدون ويعاملون معاملة سيئة وعوائلهم هذا ذولا ساهمت أنا بها قانون العفو العام استقتلت أنا عراب القانون العفو العام واللي عده شيء يرد يقول لي أنت طلعت مجرمين طلعت خليجي يقعد قبالي واتهم عندي استعداد أسوي وياك حسام بكل أدب واحترام أسوي وياك مقابلة إذا عندك مؤاخذات على قانون العفو العام ممتاز خليني أنا للأسف عندي لا وأنا أرد أشرع ليش المناطق دقيقة المناطق الخضراء ممنوع التجاوز عليها منو كتب القرار وشرعه جائزة الأوائل جائزة النائب للأوائل بالعراق كل أوائل كل سنة نحتفل بهم نعطيهم جائزة البرلمان ولو صار لسنة ما أدري شنو جاي يعلس هاي الحاجة للأسف هاي المسألة للأسف الشديد الأوائل على العراق منو سوى القرار وطلعه وشرعه بالبرلمان فائق الشيخ علي وغيرها لا تعيفني حكي مو أنت شوف حوارك راقي تهبط ليها بشي شنو تواليتات خل أحكي لك شنو هي قصة التواليتات أنا قلت مرافق البرلمان المرافق مو المقصود التواليتات من أقول لك مرافق الاستوديو شنو المقصود مقصود الاستوديو والأجهزة تمام دقيقة لا هاي مهمة خطرة اسمعها حسام خلي اسمعها الشعب العراقي فضل لازم تعطيني دقيقة حتى لو ينتهي البرنامج أطيق. بس أنا أطلب منك أنه تختصر شنو اختزل راح اختزل لك قصة عمرها 8 شهور شنو رأيك عندنا عمال بأجور يومي بداخل البرلمان 4 أشهر ما يعطوهم رو أجر يومي يعني 10,000 إذا أشتغل 30 يوم يعطوه 300,000 هو يشتغل 20 يوم بالشهر دول اللي ينظفون كل البرلمان مو المرافق كل قاعات والصالات ولها
هذول اجيت في يوم تدري الناس تشتكي عندي يعود على اساس صوته عالي والكلام مو التقرير مالتكم يقول لك ما استفدنا منه غير بس الكلام انتوا هيك فانا راح ايدكم اي ماكو افعال اشتكوا عندي قالوا لي صار 4 أشهر ما معطينا الرواتب فانا اعلنت بالمؤتمر قلت البرلمان وصخ بكافه مرافقه وكافه كذا وحتى الحمامات طافيه وكل شيء شكل بالمؤتمر هذا اطالب بحقوق ذولا اكتشفت الاتي المقاول اللي جايب هاي الشركه اللي تنظف اللي هم عمال عراقيين صار له 8 أشهر فلوسه من البرلمان ما مطيه اياه هو ظل 4 أشهر بفضل من عنده اللي ما عرفه من هو المقاول والسبب الازمه الماليه لو شنو السبب انه يردون عقد يخون المقاول هاي عندنا بالبرلمان عندنا بالبرلمان دقيقه خلي اكمل خلصت ما عندي وقت هوايه لا خلصت يلا. يردون عقد جديد وياخذون من عنده كوميشن يلا يوقعوا له العقد الجديد ويطلقون الاموال ف 8 أشهر صار ما يعطوا فلوس وهو من جيبه دافع 4 أشهر هذول العمال فباقين 4 أشهر من سويتها ثاني يوم ورا اسبوع بالضبط على المؤتمر الصحفي جريده الصباح نشرت اعلان مناقصه بالبرلمان لتنظيف كل مرافق البرلمان يعني الدوائر وكذا ولا مناقصه من يقدم عليها خليج الاعلان منشور بجريده الصباح تقدموا عليها صرفوا من شافوا الضجه الاعلاميه دقيقه دفعوا رواتب مال شهر للعاملين وثم بعد ذلك اطوا الرواتب للعاملين وعقدوا مشت ممتاز هاي القصه الاخيره مو ياهو اللي يجي ماشي 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 خلي وفر لك ساحه للتنابز مع الاخرين منو ما تنابز انا وياك جاي تنابز وياك جاي تنابز اوكي وياك خلينا عندي فقره اخيره وما عندي وقت لها كافي للاسف يعني اذا قدرت استوعب هذول اسمها ايش اسوي لك انت قضيتها اسمها صوره وتعليق قضيتها بفيديوهات تافهه طيب خلينا نشوف الصوره هاي اسمها صوره وتعليق الفقره تشوف الصور حضرتك وتعلق عليها الصوره لكل صوره اقل من دقيقه عدل شعلق انت تجيب لي همات ما ادري منو وما ادري شنو وما ادري ياهو سليم الجبوري رئيس برلمان يفتهم بالقانون وبالاداره بس شويه عده شويه زغل شويه شنو زغل عده يعني مو تقول دقيقه شلون ساعتين شنو زغل شويه شي زغل يعني زغل سياسي لو شنو يعني سياسي وشنو السبب شنو السبب يعني اسباب عده اسباب سياسيه مو راعي توافقات السياسيه بين الاخرين يعني لو مصالح اي بس هو الرئيس برلمان ناجح ومحترف السؤال الثاني الصوره الثانيه سيد الخامنئي نظامه يواجه احتجاجات شعبية هل تابعت أخبارها ماذا تقول عنها صارت الثورة الخضراء بال2009 وتم القضاء عليها يأسفني هم الإصلاحيين في حينها زجوا بالسجون والآن يعني يجب على الجميع وليس على السيد علي خامنئي أحترمه كمرجع وعالم بس هو طبعا بالأخير سياسي قائد دولة ما يقودني إلي بالعراق هو يقود إيران فخاصة بالنسبة اللي يقلدوه يفترض بالعراقيين يعني الجانب الديني يبعدوا عن الجانب زي السياسي زي فأتمنى الآن أنه لأن إيران بها الآن 15 مليون عاطل عن العمل بعض أن تراعى مصالح الشعب الإيراني وهو أعرف وأنا لا أعرف بعض السياسيين العراقيين يقولون بأنها مؤامرة إسرائيلية لإسقاط النظام في إيران لا ما أعتقد أنه أكو أثر على العراق من هاي أنا ما أعرف بسياسات الإسرائيلية إذا تتأمر على دول بس ما أصور هالبعد هم يعرفوها اللي يقول غير يعرف الصورة اللي بعدها شباب سيد هادي العامري هل تعتقد أنه مجاهد أم باحث عن المجد السياسي مقاتل من زمن صدام حسين وباحث عن المجد السياسي لو مقاتل فقط لا مقاتل واعتقد هو درويش ابو حسن اتصور هيك يعني انا قراءتي لعيونه الشكل هذا لان هو على بساطته وعلى درويش يعني ما مجلس سياسي شو يصير يعني هو الان مقاتل وهذا وله سمعته وصيته جيد اللي بعدها عندنا صوره بعدها لو ما عندنا ايه السيدة آيات جمال الدين تتابع تعليقاته السياسيه شنو رايك بنقد اللاذع على الاسلام السياسي المستمر اي بهذا ايد زين يسوي بس عاف العراق وراح يعني المفروض يرجع للعراق اي بس هو عنده نظريه يقول العراق الله ما يصلحه تريدني انا اصلحه هو هاي نظريته اللي جاي لي اياها لا يعني مو انا جاي انقل عنه انه شلون هذا في ختام هذا اللقاء لا يسعني ان اتقدم الشكر الجزيل للسيد فاق شيخ علي النائب عن التحالف مدني الديمقراطي شكرا لك شكرا جزيلا وانتم سادتي المشاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعه التقيكم في حوارات مقبلة بإذن الله تعالى في أمان الله.